اهلا برج العذراء، طاقتك انت السكسوفون. السكسوفون دي طاقة فيها ممكن انت في الوقت الحالي مثلا مهتم بشغل، مهتم بنجاحات، مهتم بتحقيق حاجة موجودة في حياتك في الوقت الحالي. ممكن تكون انت مثلا بتظهر عناد للطرف الاخر. انا شايفه الطاقه بتاعتك، انت برج ترابي لكن الطاقه بتاعتك ناريه في الوقت الحالي يا برج العذراء. شايفه طاقه برج الاسد طاغيه عليك، لان السكسوفون كمان بنعتبره برج الاسد. ممكن عندك شعور بالانا عالي في الوقت الحالي، ممكن تكون محقق شهرة، محقق نجاح، أو بتسعى لده، أو أنت في علاقة يهمك فيها شكلك قوي أو كلام الآخرين، أو أنت في علاقة عايز توديها لترسيم أو إشهار أو كده يعني، أو تتويج للعلاقة دي. طيب طاقة برج العذراء، أنت في حد بتحبه، في مشاعر تجاه حد، ممكن يكون في بينك وبينه سفر او بلاد مختلفة مثلا، او في بينكم نوع من انواع الاختلافات. في بينك وبينه كمان ممكن يكون في عائق بينك وبين الشخص ده، لكن انت عاوز تكون موجود او عاوز تتوج العلاقة دي. ممكن العلاقة دي يكون فيها مشاعر حب بس في الوقت الحالي، او يعني دي واصلة لدرجة العشق يعني، لان دول العاشقين. وفي حاجة انت عايز تغيرها، عايز تغيرها لصالحك يعني، او لصالح العلاقة بشكل عام، او تتويج العلاقة دي انك انت تكون موجود مع الشخص ده. الشخص ده زي ما قلت ممكن يكون في بينك وبينه اختلافات في الوقت الحالي، او انت شخص محقق نجاح وشهرة في الوقت الحالي وعامل توازن بين طاقتك الانثويه والذكوريه، وعامل تغيير في عالمك في محيطك في الوقت الحالي، عامل حاجه واو، حاجه حلوه قوي. المهم انت طاقتك حلوه جدا. شايفه في الطاقه بتاعتك معاك برج الاسد زي ما قلت، وبرج الجوزاء، وهنا الورلد فيه كل في أسد وثور وعذراء وكل الفقات أو كل الأبراج. طاقة شريكك التو اوف كابس، طاقة فيها حب، فيها مشاعر، فيها مشاعر حب متبادل. طاقة شريكك التو اوف كابس، الشخص ده ممكن تكونوا انتوا بعيد عن بعض في الوقت الحالي. هو كمان عايز يعلن شيء، عايز اخبار العالم بشيء، او انت او اخبارك انت او كده. في برضه هو عنده التو اوف كابس، دي طاقة ممكن تكون زواج او ارتباط، بس انا شايفة معاها النايت اوف كابس والجادجمنت. الشخص ده عاوز يعيد العلاقة من اول وجديد، عاوز يكون فيه يقدم لك حب، يقدم لك مشاعر. دي الطاقة بتاعته العامة، هنشوف مشاعره هنا دلوقتي، لان ممكن في طاقته العامة يكون ده حاصل مثلا مع حد تاني، او يكون في حالة تانية او في حاجة تانية يعني. لكن الطاقة بتاعتكم انتوا الاتنين حلوة جدا جدا جدا، طاقة العلاقة ما بينكم ال 3 of one. ممكن يكون في بينكم بعد مسافة، ممكن حد فيكم ادى ظهره للعلاقة دي، ممكن يكون في بينكم طرف تالت. ال 3 of one ممكن يكون في حد فيكم عنده طرف تالت. طاقة العلاقة ما بينكم طاقة العلاقة ما بينكم في مراقبة. انتوا ممكن كأن هنا واضح لي مثلا كأن مثلا اتنين بيحبوا بعض في السر او كده. في خوف من رفض، في وجود طرف ثالث، ايا كان ايه هو نوع الطرف الثالث، بغض النظر هو عاطفي او عمل او سفر او اهل او كده. وفي مراقبة، والمراقبة هنا طاقة العلاقة ما بينكم دي بتشملكم انتوا الاتنين، فانت بتعرف ده منك انت او منه، ممكن يكون منكم انتوا الاتنين. في مراقبة لكن في خوف، في خوف وفي حذر، وفي خوف من رفض كمان من حد فيكم يعني، في خوف من رفض بسبب وجود عائق او حاجة تالتة او كده. في حد مش قادر ياخد قرار تجاه حاجة في الوقت الحالي.
في كمان حاجة تخص مثلا كلام ناس أو خوف من كلام ناس أو حاجة زي كده، أكيد كل حد يبقى عارف إيه الوضع بالنسبة له. طيب إيه هي مشاعره تجاهك؟ نوياه؟ خطواته القادمة؟ مصير العلاقة؟ مشاعره تجاهك الـ 3 of Pentacles. ممكن تكونوا انتوا مع بعض في الشغل، الـ 3 of Pentacles دي بتقول لي كذا حاجة، ممكن تكونوا مع بعض في شغل، ممكن تكونوا أصدقاء، أصدقاء عيلة أو أصدقاء أسرة واحدة أو كده. 3 of Pentacles مشاعره تجاهك برضو ممكن تقول إن في وجود طرف تالت عند حد فيكم، مشاعره تجاهك في الطاقة الحالية. في حاجة تخص عمل، تخص أسرة، تخص وجود طرف تالت عند حد فيكم، وفي طاقة صد أو بلوك أو منع مشاعر في الوقت الحالي. ممكن الشخص اللي أنت بتحبه ده ممكن يكون هو في علاقة تانية بالفعل، يعني علاقة تانية معروفة وأنت علاقة سرية ممكن للبعض، يعني أكيد ده مش كل برج العذراء. في كمان هنا في المشاعر في طاقة تردد أو طاقة ما فيهاش استقرار في الوقت الحالي، يعني الشخص ده مش شايفة فيه مشاعر قوية في الوقت الحالي، لكن في طاقة تردد، علاقة رايحة جاية، مش شخص، يعني مش عايزة أقول إن هو شخص لعبي، أنا شايفة هنا الطاقة النارية اللي هي طاقة فيها شغف، لكن حد النايت فوند ده حد مش مستقر في المشاعر بتاعته تجاهك. هو هنا مستقر في المشاعر اللي هو موجود فيه، اللي هو التو اوف كابس والنايت اوف كابس، هنا تجاهك مش مستقر في المشاعر. هنتأكد اكتر ايه مشاعره تجاهك في الطاقة الحالية. طيب الشخص ده ممكن عايز يسيب طرف تالت ويجي لك يا برج العذراء، او عايز يعبر عن مشاعره، او مستنيك انك انت تعبر عن مشاعرك، لان انا واضح لي هنا ان دي علاقة فيها اشخاص جداد، ولو انتوا في زواج او انتوا كنتوا متزوجين ومنفصلين فالشخص ده عايز يعبر عن حبه ليك تاني، وعاوز يبقى فيه اجتماع تاني بينك وبينه، لم شمل ارتباط، او لو هو كراش او حد انت بتحبه فالشخص ده يا اما عايزك تكلمه او عايز هو يكلمك عشان عايز يكون فيه بينكم زواج او ارتباط، لكن شايفه فيه تفكير في بعض او انتقال من مكان لمكان او انتقال من حاله لحاله او خروج من وضع ما، تمام؟ لان الشخص ده فيه مشكله عنده، في حاجة تخص بقى شغله، تخص وجود طرف تالت، حاجة مش قادر ياخد فيها قرار في الوقت الحالي. نواياه تجاهك أو تجاه العلاقة، هو عاوز يعمل توازن. الشخص ده فيه فوق دماغه شخصين، ممكن تكون أم، ممكن أم وأخت، ممكن أم وزوجة، ممكن في حد موجود معاه مخليه مش قادر يعمل توازن في الوقت الحالي او ياخد قرار صحيح في الطاقة الحالية، بيأثر على عقله، بيأثر حد اي اشخاص موجودين معاه بيأثروا على الطريقة اللي هو بيفكر بيها. ايه نوايات تجاهك او تجاه العلاقة؟ او الشخص ده عايز ينهي حاجة او عاوز هو شايف ان هو عشان يكون معاك ده توقف قبض تاني، عشان هو يكون معاك لازم يخرج من حاجة، لازم حاجة يموتها، لازم اشخاص يخرجهم من حياته، لازم اشخاص يتخلص منهم، مش يتخلص منهم يموتهم يعني، لا ما يكونوش لازم يحصل تغيير عشان هو يكون معاك، تغيير وتغيير قوي، مش تغيير عادي، يعني مش تغيير في شخصيته في كلامه في كده، حاجة خطوة قوية يقدم عليها عشان هو يكون معاك. خطواته القادمة تجاهك أو تجاه العلاقة الإمبرور. الإمبرور ده بيقول مثلا ممكن يكون في عمل ناجح وممكن يكون زواج أو ارتباط.
تفكير. وأكد هنا الزواج أو ارتباط، لأن هنا هو كمان بيفكر في الزواج أو في الارتباط. خطواته القادمة تجاهك أو تجاه العلاقة. زي ما قلت، الشخص ده شايل هم حاجة أو مسؤولية حاجة، ممكن يكون عنده مسؤولية حاجة تانية، بيت تاني، ارتباط، ممكن يكون عمل، هو شخص مسؤول عن أسرة، عن حاجات مثلا في حياته، ممكن شخص مثلا خايف فعلا من كلام ناس أو تصرف ما هو يعمله. الشخص ده بيحافظ على شكله جدا ومتحمل المسؤولية اللي هو موجود فيها، مش عاوز يظهر بصورة الشخص الخاين أو المخادع أو كده يعني. فالخطوات القادمة هيكون فيها قرار حازم، لكن هو عامل له لود، يعني عامل له ضغط في الوقت الحالي، كأن في حاجة لازم، قرار لازم يتخذه، بس هو صعب عليه في الطاقة الحالية. مصير العلاقة برضه الفايف اوف سورد اللي هو ده، في حد فيكو هيستسلم، يعني اللي هو هيستسلم لوضع، لموقف. هو هنا في تدخل الأشخاص بشكل كبير، في تدخل مش انت وهو لوحدكم. مصير العلاقة او الاوتكم من العلاقة في الطاقة الحالية، ده ما بيكونش مصير مطلق يعني، عشان ما حدش يقلق او يبقى خايف او كده. مصير العلاقة، بصوا، هيبقى فيه تحديات. الشيء اللي هو عاوز يعمله ده حاجة صعبة، هيكون فيه تحديات، في حد هيخرج من حياة الشخص ده، وعشان انتوا تكونوا موجودين مع بعض في توازن هيحصل، في ارتباط وفي تحمل للمسؤولية، في تعويض ليك يا برج العذراء، شايفة في طاقة، في أمل في العلاقة دي بشكل كبير. في بس يعني ممكن يكون في ارتباط بسبب هنا مشاعره وبسبب خطواته القادمة، ممكن أقول إن الموضوع ممكن يكون في ارتباط، لكن شايفة في ارتباط، في عمل مشترك، في مصالح مشتركة ما بينكم، في حاجات كتير يعني ممكن تحصل في العلاقة دي، توازن، بداية الخطوة مثلا هيجي بعدها خطوات تانية، لكن خطوة هتكون مرضية بالنسبة لك، أو مصير العلاقة هيكون مرضي بالنسبة لك، هيكون بمثابة تعويض ليك. الأبراج اللي أنا شايفاه هنا، شايفة برج زي ما قلت، الأبراج الموجودة هنا جوزاء وأسد والمر، دي كل الطاقات أو الأبراج. شايفة برج العقرب، أسد، جوزاء، ميزان، حمل، ميزان، وكل الطاقات موجودة. ايه القادم في لبرج العذراء؟ القادم الثري اوف سورد، ممكن يكون حد من الماضي، ممكن يكون حد من الماضي كان جرحك ودخل في علاقة ثالثة. بص هقول في كل الاحتمالات، ممكن يكون حد من الماضي كان دخل في علاقة ثالثة، الشخص ده ممكن يرجع لك تاني يداوي جراحك او الاحساس اللي انت بتحسه تجاه الموقف اللي حصل في السابق. ممكن يكون حد جاي ظروفه نفس ظروفك، يعني حصل معاه نفس التصرف، الحاجات اللي حصلت مثلا في حياتك، فهتكونوا تعويض لبعض. ما القادم لبرج العذراء عازبين؟ انا شايفة ان حد من الماضي، ولو انت ما كانش عندك حد من الماضي، فانت محتاج انك انت تتخلص من طاقة سلبية علشان تسهل القادم. لو انت ما عندكش، فانا شايفة هنا في احتمال وجود طاقة سلبية بتسبب لك ازمات او عراقيل عاطفية في حياتك. من قادم لبرج العذراء عازبين؟ حاولوا تعملوا تحصينات، حاولوا الاغتسال او الاستحمام بمية وملح لتنظيف الطاقة. طيب اللي جاي لك ده، دي نسبة كبيرة منكم حد من الماضي، او انت فيك طاقة سلبية تخلص منها عشان في حد جاي فعلا،
في حد انت على علاقة بيه او كنت على علاقة بيه، الارتباط بينك وبينه هيروح لمستوى اعلى، يعني بتحبوا بعض فهيحصل مثلا ارتباط رسمي، خطوبة او كده، في خطوبة فهيبقى في زواج، اللي جاي حد انت عارفه في بينك وبينه كيمستري عالي، انت ممكن تكون شاكك في ان هو يجي او كده، وعلى فكرة اللي انت بتفكر فيه واللي انت بتحس بيه هو اللي بيحصل. فدايما ليه بيقول له ثق او امن او صدق او كل الحاجات دي، لان مهم جدا الطاقه دي تستشعر بيها وتكون واثق منها جدا جدا، لان اللي انت بتصدقه واللي انت بتشعر بيه او احساسك بيكون عالي فيه هو اللي بيحصل مهما اي حد قال لك على فكره. فخلي بالك من نقطه زي كده، لازم تكون واثق الحاجه اللي انت فيه ويكون عندك اراده قويه، وانا شايفاك انك هنا شخص قوي ومتوازن في حياتك يعني، فحاول تكون عندك الثقة في الجانب العاطفي وتنسى الأمور اللي مرت بحياتك. ممكن تكون أنت مثلا اللي جاي ده حد كان خانك وسبب لك ألم وجرح كبير قوي، أو كانت علاقة كارما في الماضي بسبب مثلا تدخل أشخاص بطاقة سلبية، الحد ده ممكن يكون بيراقبك، ممكن تكون العلاقة دي مثلا فيها إدمان أو طاقة تعلق قوية جدا، أو حد كان رابطك مثلا في حاجة، في ارتباط، في حاجة زي كده. المهم في شيء سلبي او شيء سام لازم انت تعمل شفاء منه، لان انت جايلك حاجات كويسة، ولازم يكون تعلي طاقة الثقة والتفاؤل بان اللي جاي خير. يعني ما تقولش لنفسك وتحس حاجات سلبية تجاه القادم في حياتك، لان في تطور وفي شخص يا اما هتقابله جديد هيحصل فيه بينك وبينه انجذاب عالي، يا اما الشخص اللي انت تعرفه بالفعل اللي فيه بينك وبينه كيمستري، العلاقة بينك وبينه هتتطور لمستوى أعلى. تمام، فإن شاء الله خير وتسأله خير. ولما أقول إن في طاقة سلبية دي صدقوني حاجة ما تخوفش، يعني دي أنا هنا قلت ليه طاقة سلبية بسبب إيه دول. تمام، الطاقة السلبية لو أنت بإحساسك يعني بتفكيرك فكرت فيها بشكل كبير يعني كبرتها تكبر، لو انت حقرتها نفس هيكون التأثير عليك، فمش هيكون ليها تأثير عليك. احنا محتاجين بس في وجود الطاقات السلبية ان احنا نحقر الطاقة السلبية او طاقة السحر او الحسد او الحاجات دي، ونعظم طاقة الخالق، فدي مقابل دي ما تجيش. في ناس بقى مشكلة ان هم بيعانوا من الطاقات السلبية لفترة طويلة، ان هم بيعظموا او بيكبروا طاقة السحر والحسد جدا وينزلوا طاقة الخالق، استغفر الله العظيم يا رب يعني. فبالتالي الطاقة بتأثر فيهم بشكل قوي، فخلوا بالكم من احاسيسكم وان حاجة زي كده مش مؤثرة اطلاقا، يعني الا اذا انت سمحت لها تأثر. وهنا بيقول لك تاني صدق برج العذراء، وهنا بيقول لك صدق نفس الكلام اللي انا عمال اقوله طول القراءة. طيب هقول لكم بقى، هنا برضو خليكوا واثق، ممكن بعضكم يكون قلقان، مهزوز، مش متأكد، خايف من القادم، في حاجة معينة مثلا هز ثقته بنفسه أو ثقته بالآخرين أو ثقته بالمواقف اللي بتمر في حياته، مثلا يكون بقالها فترة فأنت خايف أو قلقان أو كده. لا، برج العذراء ما تخافش وما تقلقش وخليك واثق. وهنا بيقول لك if you believe يعني إن كنت تؤمن، والإيمان اللي هو التصديق بالشيء، الطاقتين دول مع بعض الثقة والإيمان، واقعد درب نفسك لوقت مهما تجيلك طاقة من بره أو أفكار من بره، لأ مش ممكن، لأ مستحيل، بأيا كان الشيء اللي أنت عايزه، لو أنت وثقت وصدقت الشيء ده يتنفذ في حياتك بشكل سريع جدا أنت ما تتوقعوش. هنا كمان بيقول لك تيك أكشن ويو آر ريدي، ممكن أنت محتاج تاخد خطوة في حاجة في حياتك، ممكن تكون أنت محتاج تاخد خطوة مثلا للشريك أو تجاه نفسك أو تجاه شغلك أو تجديد حاجة في حياتك أو حاجة في شكلك أو كده، وهنا بيأكد لك إنك أنت مستعد للخطوة دي. فشوف إيه اللي أنت مستعد ليه في الوقت الحالي عشان تاخد فيه خطوة. صعب إن إحنا نقعد نسمع طارو، لأن الطارو مش بيحقق لك شيء، لكن هو بيرشدك
ايه الخطوات اللي انت لازم تعملها او تكون عليها في الفترة اللي جاية، او تعمل ايه بالظبط، ولما بتسمع بتنفذ، انا المفروض اعمل كذا، اخد خطوة ايا كان شكل الخطوة او صغرها، لكن هتفرق ما دام انت محتاج انك تتحرك تجاه شيء. هنا كمان بيأكد لك كارتيز، بيأكد لك وفي اجتماع بينك وبين شخص على فكرة، وكارتيز ده برضو بيأكد لك مجمل القراءة، واللي هيحصل ده هيكون في الوقت المناسب. يعني مهما كان انت في الوقت الحالي، مهم جدا اقول لكم حاجة سريعة كده بس في الطاقة، الرضا او احساس الطمأنينة والسكينة في الوضع الحالي اللي انا موجود فيه ايا كان شكله وايا كانت الظروف، ان انا ارضى علشان اقدر انتقل للوضع اللي بعديه، ارضى واسعى للمرحلة اللي بعد كده، هكون مبسوط في الحاجة اللي هتيجي بعد كده. لو انا فضلت معاند او فضلت متضايق او تعبان في الوضع اللي انا موجود فيه وايه اللي بيحصل لي وايه اللي انا عايزه في حياتي وايه مش بيجيلي، الوضع اللي انا موجود فيه هيستمر الى ان نغير ما بانفسنا. اسمعوا ده كويس جدا، وعن تجربة شخصية والاشخاص كتير جدا، ممكن ناس كمان تكون بتعمل معايا قراءة خاصة تتكلم في التعليقات انه هما كانوا في مرحلة ايه، وبفضل الله معانا وصلوا لمرحلة ايه. فخلوا بالكم ده بالنسبة للأشخاص اللي بتسمع القراءة أو بتسمع التوجيهات. في أشخاص بتبقى عايزة واحد اتنين تلاتة، يعني قولوا لنا طب ماشي، ما هو في حاجات حواليك، ما أنت إنسان كامل، في مثلا عندك مشاكل، في لخبطة في التفكير بتاعك، في حاجة بتصد عنك، ما أنا لازم أقول لك مثلا إن في حاجات كذا كذا لازم تعملها عشان أنت تاخد خطوات تجاهها عشان الشيء يتغير في حياتك بالفعل. فخلوا بالكم الحاجة اللي هتيجي هتيجي في وقتها الصح ووقتها المناسب ليك وللظروف، فأنت ارضى بالوضع الحالي بس رضا مع سعي للوضع اللي أنت عايز تكون موجود فيه. بشكركم.